وجود حكم مصري في كأس العالم في روسيا عام 2018 بعد تجارب عديدة نجحت ليه جمال الغندور اللي كان متواجد في مونديال كوريا واليابان 2002، وأيضا الكابتن عصام عبد الفتاح في مونديال 2006 بألمانيا. كابتن جهاد جريشة تلقى عروض احتراف خلال الفترة الأخيرة، عروض الاحتراف ليست فقط منحصرة على اللاعبين ممكن يتلقى عروض احتراف، لكن أيضا جاءت للحكام المتميزين. كابتن جهاد تلقى عرض للتحكيم في الدوري الصيني، يبدو أن الدوري الصيني بيبقى عايز لعيبة من مصر وعايز حكام من مصر، واللي تواصل مع الكابتن جهاد جريشة الحكم الدولي التركي جوني تشاكير هو اللي تواصل معاه وعرض عليه الأمر بناء على طلب من الاتحاد الصيني لكرة القدم. في تفاصيل كتيرة هتكون مع كابتن جهاد جريشة، خاصة ان دي اول مداخلة لكابتن جهاد جريشة بعد ما رجع من روسيا وادارته لمباراة انجلترا والمانيا. كابتن جهاد اولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي. كابتن محمد ازي حضرتك وبرحب بيك وكل مشاهدينك. اولا الحمد لله على السلامة، وكانت مشاركة يعني عايز اعرف تعليقك عليها الاول في روسيا قبل ما انتقل للحديث على العرض الاحتراف اللي جالك في الدوري الصيني. والله يا كابتن محمد الحمد لله رب العالمين، انا لعبت ماتش والحمد لله كسبت الماتش، وبعد كده ان اخد ماتش تاني ما اخدش ماتش تاني مش دور انا، لكن الحمد لله خارج الحمد لله بصوره مشرفه للتحكيم المصري والناس كلها اشادت سواء لجنه الحكام او مسؤولين ان اخد تاني ما اخدش تاني دي مش بتاعتي، لكن في الاخر التمريرات اللي فيه الحمد لله عملت صوره كويسه، صوره شرف التحكيم المصري والعرب الافريقي الحمد لله. كانت من الممكن فرصة انك تدير مباراة تانية او ثالثة كابتن جاد في الكواليس، يعني كان في فرصة ان عندك مباراة، لانك حتى بعد ما نهاية الدور الاول فضلت متواجد في روسيا، كانت في احتمالية انك تاخد مباراة حتى في دور ال 16. لا انا حتى كمان لغايه تعيين لدور الثمانيه كنت موجود ودخلت القاعه على اساس ناخد ماتش دور الثمانيه، لان كانت كل المظاهر اللي موجوده سواء الاهتمام بالطقم بتاعي او التدريبات اللي كانت موجوده قبل ما اغادر روسيا، كل الناس مهتمه بجهاد ومهتمه بالطقم بتاعه وشغالين كويس، فكنا داخلين القاعه على ان ما خدناش دور 16 ممكن ناخد دور 8، وكنا انا وحط صوره بتاعت نتكلم ان احنا ممكن ناخد اوروجواي وفرنسا، لان هو ده كان الماتش اول ماتش في دور 8. يعني القرار طلع ان الماتشات دور 8 كان كل الحكام ثاني كاس عالم ليهم تعالى في دور 8، واحنا تم اعلان ان احنا ماشيين والحمد لله الناس كانت كويس بعد الموضوع، بس انا بتكلم عن الناس سواء المسؤولين بلوجي كولينا وماتيو بوتاكا ان انت عملت صوره كويسه وما عندكش مشكله ومستنى في 2022، واحنا بنتكلم يعني حتى كلنا قبل بعض الماتش ما جيت من رجعت من المدينه كنت فيها قابلني وسلم عليا وبارك لي على الماتش، فقول له ماتش كويس جود جيم دي نو نوت جود جيم اكسلنت جيم، فكان طبعا كلام بالنسبه لي مهم جدا من الراجل المسؤول الاول للتحكيم في العالم، فالحمد لله رب العالمين الانطباع كان كويس، لكن الموضوع ان ما تعانش دي في حاجه بقى تحت كابتن محمد في الاخر الحمد لله رب العالمين خرجت بصوره مشرفه، كنت اتمنى طبعا كاي حكم موجود في البطوله ان اكمل اخد ماتش واثنين وثلاثه، لكن في الاخر ما تم يعني تعيني فيه الحمد لله بصوره محترمه الحمد لله. تقنيه الفيديو كانت صعبه على الحكام يا كابتن جهاد في هذه البطوله ولا كانت عامل مساعد؟ وفي مباراتك تحديدا يعني الحمد لله ما استعنتش بيها، يعتبر يعني 10 من 10 انك تحكم مباراه في وجود تقنيه الفيديو الفار ومع ذلك تنجح بنسبه 100%. هو الهدف الاساسي للتجهيز نتجنا كان ده من سنتين ثلاثه لتجهيز الحكم عشان نقول للتكنولوجي شكرا ونقول للفار شكرا انت انا موجود انا واخد قرار صح انت بتاكد على قراري وطول الوقت انا كحكم موجود واخد المكان المظبوط عشان اخد القرار المظبوط، وبالتالي نجاح الحكم او كميه نجاحه احيانا بتقاس بتدخل الفيديو معاه او عدم تدخل الفيديو معاه، ده عامل اساسي في النجاح بتاع الحكم، فالحمد لله الماتش دوت والماتشين اللي عملتهم في 2017 برضو كوريا الجنوبيه شباب الحمد لله برضو لم استعن بالفيديو في اي قرار من القرارات، فده طبعا كل مركزين كل الحكام مركزه ان ما استعنش بالفيديو، لكن في ظروف معينه الحكم غصب عنه بيحصل حاجه خارجه عن ارادته ان هو يشوف قرار او ياخد قرار غلط، وبالتالي تقنيه الفيديو موجوده وانا وجهه نظر شخصيه وجهه نظر الاتحاد الدولي برضو اللي انا بتفق معاها ان نكسب بنسبه فوق 90%، و حتى الاخطاء اللي حصلت من خلال الحكام هو خطا الحكم نفسه مش خطا نادي الفيديو لما يقول له هو ما استفدش من التجربه وما استفدش من التقنيه، يبقى خطا هو خطا بشري، لكن في الاخر انا شايف التجربه نجحت والاتحاد الدولي شايف التجربه نجحت وهتستمر وهتستمر وهتكبر وهتكثر في الدول الاوروبيه الفتره اللي جايه، وهتلاقي كتير في دورياتها مستمره بالتقنيه، والتقنيه دي نزلت في القانون الجديد لكره القدم موجوده في القانون الجديد، وبالتالي خلاص الموضوع تم اعتماده بصوره كبيره ومستمر هيستمر كحاجه خلاص فرضت نفسها على الساحه التحكيميه على مستوى العالم ان شاء الله. بالفعل يا كابتن جد تقنيه الفار كانت من التقنيات المميزه جدا في كاس العالم، ورغم ان الفار كان في بعض الماتشات كان بيبقى للمنتخبات الكبيره بتتحسب قرارات، لكن
عموما هي تقنيه نتمنى ان شاء الله حتى تطبق في الدوري المصري خلال الفتره القادمه. لكن كابتن جهاد، موضوع الدوري الصيني والتحكيم في الدوري الصيني، يعني هذا العرض اولا كانت مفاجاه بالنسبه لك لما تتلقى هذا العرض انك تحكم في الدوري الصيني، ولا شفت العرض ده ازاي؟ والله هو الكلام كلام جونت التركي ده زميل صديق شخصي، وكل ومن ساعه ما عرفته انا 2017 و2016 في الاولمبياد لعبنا مع بعض الاولمبياد ريو دي جانيرو، وبعدين كده رحنا كاس عالم شباب في كوريا الجنوبيه، فعارفه من زمان، وعلى طول وقت المشوار او طريقي في المشاركات الدوليه كنا مع بعض في البطولات، فعرفت بيه علاقه محترمه جدا زي بيتانا برضو الارجنتيني، يعني دايما بنتكلم مع بعض على الواتس، وهي بنتكلم على طول الوقت في حوار وفي كلام. فمن ضمن الحوار ان بعد قبل النهائي انا كلمته ابارك له على الماتش قبل النهائي واداء كويس وكده، هو كلمني الناس كلمت عليك كويس بعد ما انت مشيت واشادت بيك، حتى انا كان هو تعليقه ده كان يستحق يستمر وكده، هو بيتكلم برضه صديق ليا وكان عايزني اكمل وشافني عملت شغل كويس، فقلت له انا ما فيش مشكله، الناس كانت كويسه، الناس كانت كويسه وكاريه كويسه، وانت يا كاس العالم الجاي بالنسبه لك ده اول كاس عالم بالنسبه لك، كاس العالم الجاي مهم جدا بالنسبه لك جريشه، وشد حيلك بعد 4 سنين هتبقى وضع ثاني وهتبقى انت راجل خبرات من الخبرات اللي موجوده، لكن ثاني كاس عالم بالنسبه لك فمهم جدا 2022. وقال على فكره عندي لك كذا، عندي كلام بدور الصيني بيعرضوا عليا عرض، وتواصلوا معايا وقالوا لي من ضمن الحكام اللي قالوا للحكم المصري اللي قدر انجلترا وبنما وكده، وعايزين نتواصل معاه عشان نقدم له عرض زي ما العرض قدموا لي عرض وكده، فهو هو نفسه بيفكر في عرضه على كاس العالم 2022 هياثر عليه في اوروبا او هياثر عليه في الاتحاد الاوروبي، فنفس الكلام برضه بقول له هو نفس الكلام، انا عايز برضه هدفي مش الماديات، او هدفي ان انا احسن في دوري الصيني او اروح كراجل محترف امضي عقد وكده، الاساس بالنسبه لي هو تمثيل بلدي ان شاء الله في الفتره اللي جايه سواء كاس امم او كاس عالم 2022. فالمهم يعني استاذني اني ابعت له الايميل بتاعي وابعت له رقم تليفوني للاتحاد الصيني هناك عشان يتواصلوا معايا وابعتوا له العرض، فقلت له مفيش مشكله يبعتوا له العرض، لكن في الاخر مش هقدر اتحرك خطوه او اخذ قرار الا من خلال الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم، لان ده في الاخر لو جالي ورق فلازم ارجع للناس ديت، لان الهدف بالنسبه لي فعلا مش ماديات او ان انا احترف بمسمى الاحتراف التحكيمي، لكن الهدف بالنسبه لي هو 2022 ده الهدف الاكبر بالنسبه لي لاشتغل الفترة الجاية إن شاء الله. كابتن جهاد، حضرتك ذكرت معلومة مهمة جدا، يعني إنك تعرض الأمر على اتحاد الكرة، ده شيء بديهي يعني طبيعي جدا بما إنك حكم بتلعب في الدوري المصري ومنتمي للاتحاد المحلي طبعا الاتحاد المصري، لكن فكرة كمان إنك تتكلم على الاتحاد الإفريقي، عايزين نفهمها، يعني لازم كمان تخاطب الاتحاد القاري بما إن العرض ده جاي من قارة أخرى، جاي من قارة آسيا من خلال الدوري الصيني؟ لا مش هو ده، هو الهدف بالنسبة لي الاتحاد الإفريقي هو النافذة بتحكي لكأس العالم. تمام. الاتحاد المصري قدم الاتحاد الافريقي، لكن الاتحاد الافريقي هو اللي بيطلعني الفيفا، فانا من خلال الاتحاد الافريقي ما اعرفش اروح الفيفا، ما اعرفش اترشح لكاس عالم الا من خلال الاتحاد الافريقي، وبالتالي لو العرض دوت هياثر عليا ان انا اكمل في مشواري ان انا اترشح كاس عالم ثاني وكده، لا انا الاتحاد الافريقي يقول لي لا يا جريش احنا عايزينك معانا، لان العرض ده هيبقى فيه تمضي سنه او سنتين حسب الكلام اللي هيجي لي، فما اعرفش التفاصيل، لكن لو حصل دوت ما اقدرش انا اخسر البطوله او اخسر مشاركه في الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي بالنسبه لي زي الاتحاد المصري لازم اتحرك من خلاله، وانا يعني الواحد الحمد لله بدا خبرات عندي اعرف ان انا ما اقدرش اتحرك خطوه الا من خلال الاتحاد القاري بتاعي ومن خلال الاتحاد الاهلي بتاعي، ف ما اقدرش اعمل اي حاجه، زي قصه قبل كده من فتره كده قال لك اعلان ومش اعلان وكده، ما اقدرش انا برضه اطلع من بره سبونسرز وبره القصه ديت، ما ينفعش انا اعمل حاجه زي كده الا من خلال الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، يعني اي حاجه ممكن تبقى فيها مشاكل كحكم ما اقدرش اتحرك فيها الا من خلال الاتحادين المصري والافريقي ان شاء الله. لا كويس يا كابتن جهاد، بصراحه حكم دولي بس مذاكر جدا عشان بتتابع المرحله القادمه، لكن كمان الموسم القادم والتحكيم المصري في المباريات القادمه، اولا خدت راحه سلبيه وبتستعد للموسم القادم ولا لسه برنامجك ماشي ازاي يا كابتن جهاد؟ والله انا خدت عيلتي وطلعت مصيف وتم تبليغي من خلال لجنه الحكام الرئيسيه ان انا في المعسكر موجود ان شاء الله في بورسعيد يوم 25 وجاري لاختبار اللياقه يوم 26، قلت لهم انا كحكم مشارك في مونديال روسيا مالي الجري، بس الناس قالت لا ليه الجري، خلاص استنعت للجري، طب قدرت اتمرن في المصيف من اول امبارح وبستعد ان شاء الله اختبار اللياقه 26، ما دامت الناس عايزين اجري هجري، مش مشكله بالنسبه لي، فاجري عشان القائمه الدوليه وفي نفس الوقت استعد لموسم جديد، وللي عايزينه اللجنه الرئيسيه سواء في الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي هتنظمهم، مش مشكله بالنسبه لي، في اي وقت جاهز اختبارات معسكرات دوري مصري الاتحاد الافريقي، انا بالنسبه لي بتعامل باحترافيه جدا، ما فيش عندي مشكله وادنى
ولا ادنى ازمه في القصه ديت. انا بالنسبه لي مستعد اي وقت، يعني انا هرجع اسبوع 10 ايام رجعت ان شاء الله للاختبار، لان انا رحت اسبوع سلبي وكنت المفروض في البرنامج بتاع 10 ايام، لكن هم لما بلغوني من 3 ايام ان انا هاجر الاختبار قطعت الراحه الاجازه من اول لا الاجازه الموجوده زي ما هي، بس مع المصيف في تمرين، يعني انا موجود مع عيلتي وكده اتمرنت، انا اشتغلت من اول امبارح صباح ومسائي، وان شاء الله خلال الاسبوع هبقى جاهز للاختبار قبل الاختبار باسبوع. بالنسبه لي انا مفيش ادنى مشكله، تقبلت القرار ومفيش مشكله خالص، رايح والمعسكر واجري الاختبار زي اي حكم دولي موجود في مصر، ولا مشكله بالنسبه لي، وخدت الموضوع بمنتهى البساطه. حتى الناس قالت لي حقك ما تجريش، ولا يا جماعه انا ولا فرقه معايا، ده من الناس اللجنه الرئاسيه قررت ان اجري، انا ما عنديش مشكله هجري وجاهز، ولا مشكله مع زمايلي ولا مشكله خالص. بالتوفيق يا كابتن جهاد، موفق يا رب في الفترة القادمة، عندنا حكم دولي متميز نتمنى له التوفيق، وتكون أيضا إن شاء الله موجود في كأس العالم 2022. شكرا كابتن، ربنا يخليك. شكرا لك كابتن جهاد.